الباكة تأمل إهداء أربيل لتركيا كما أهدت لها عفرين. قال قيادي الباكة دوران كالكان بأن الديمقراطي الكردستاني البارتي لا يستطيع إدارة إقليم كردستان وحمايته، آنذاك فليتخلى عن القيادة وليترك الأمر لنا لندير البلاد، فنحن كمنظومة المجتمع الكردستاني كاجكا والجريلا مرشحون لذلك ونستطيع إدارة جنوب كردستان. فيا ترى لماذا قال كالكان هذا الكلام؟ السبب أن كالكان يزعم أن البارتي لا يقدر على الحرب والتصدي وحماية كردستان والدفاع عنها، علما أن البارتي عندما بدأ بالنضال والكفاح والمقاومة لم يكن كالكان قد ولد. فالبارتي وبدون توقف ناضل وحارب لأكثر من نصف قرن رغم محاصرته الشديدة من الجهات الأربع من الدول المحتلة لكردستان والأحزاب المرتزقة بالوكالة كالباكيك وداعش وغيرها، فأسس إدارة ولو كانت شبه رسمية فهي إدارة على غرار دولة، ومارس الدبلوماسية بإتقان ورفع علم كردستان عاليا بين أعلام دول العالم. في المقابل ماذا فعل كالكان وحزبه؟ فخلال 40 سنة لم يحرروا 40 سنتيمترا من أراضي كردستان، فالباكيكا مثلها كمثل الكتائب الهجومية ضمن تشكيلات جيش الإمبراطورية العثمانية، حيث كانت هذه الكتائب الهجومية قوة في التنظيمات العسكرية لجيش الإمبراطورية العثمانية، وكانت تصول وتجول وتهاجم الأعداء قبل خروج الجيش النظامي للإمبراطورية في حروبه، فكانت تضعف القوى المعادية لها لتقوم بعدها جيوش السلطان باحتلال تلك المناطق. فكذلك الباكيكا لا تعد مهامها ووظيفتها في إقليم كردستان بالنسبة للدولة التركية مهام ووظيفة تلك الكتائب لجيش الإمبراطورية. فدوران كالكان ودون أن يستحي جاء ليقول بأنهم يأملون إدارة أربيل. أيا ترى لماذا لا يطالب كالكان التركي بإدارة عفرين وقيادتها؟ ألم تكن عفرين تدار من قبل الباكيكا؟ فماذا حصل لتنسحب الباكيكا من عفرين وتسلمها للمحتلين الأتراك خلال ليلة واحدة؟ ألم يكن هو كالكان نفسه الذي كان يقول لو احتل تركيا عفرين فسنستولي على شمزنان؟ فها هي تركيا قد احتلت عفرين، غير أن كالكان وعوض تحريره لشمزنان أهدى جبالها مثل جبال خواكورك وشكيف لولان وقدمتها لتركيا على طبق من ذهب وفر هاربا نحو إقليم كردستان. نعم هناك من يبرر عداوة الباكيكا للبارتي ويسوغها بحجة أن البارتي يمنح تركيا تعويضات، كما أنه لا يوقف زحف الجيش التركي علاوة على بيع النفط لتركيا، لهذا فالباكيكا تقف موقف العداء ضد البارتي، غير أنه في سبعينيات القرن المصرم هاجمت الباكيكا على البارتي قبل مهاجمتها لدولة تركيا، فاغتالت العشرات من مقاتلي كوك وكاوا في ميردين وغيرها من المناطق الكردستانية، واستهدفت العشرات من الزعامات والقيادات والشخصيات السياسية الكردية وقتلتهم. آنذاك لم يكن البارتي يبيع لا النفط ولا الغاز لتركيا، بل لم يكن يملك قطعة أرض محررة أصلا. فيا ترى لماذا لم تهاجم الباكيكا آنذاك على العنصريين الفاشين الأتراك في مرعش وملاطيا وغيرها من المناطق، بل اتجهت لميردين وآمد وديرسم وهاجمت أعضاء وكوادر البارتي والشخصيات الكردية الوطنية المخلصة فقط؟ لهذا فالقضية ليست قضية علاقات البارتي مع تركيا، بل هي قضية توظيف الباكيكا وارتزاقها وجحشيتها لا غير. نعم فالباكيكا دائما ما ناصبت العداء لمسيرة البارتي ونهجه، ففي عام 88 لم يكن البارتي يملك أي علاقات على أي مستويات مع الدولة التركية، ولكن رغم هذا تحالفت الباكيكا مع صدام وأبرمت معه اتفاقية ضد البارتي وعاهدت النظام العراقي بطرد البارتي من المناطق الجبلية. فكان حصاد هذه المعاهدة الخيانية مع العراق استشهاد العديد من بيشمركة كردستان بالغدر والخيانة على يديها، أمثال إدريس جرجيس الملقب باسم الحركي أحمد قادر وسعد الله أفضل محمد حمدي ونزار محمد سليمان وخالد آدم حسين ونظم أحمد شولي، وسلمت جثامينهم الطاهرة لجيش صدام كدليل على وفائها له. فانهار نظام صدام وانتهى، ولم تنقض الباكيكا عهدها لصدام بعد حتى أهدت تلك المناطق وسلمتها هذه المرة للجيش التركي. فقادة الباكيكا يعيشون حالة مستعصية من داء التبعية والارتزاق الأعمى، وقد بدأت أعراض هذا المرض المستعصي تظهر جليا عليهم، خصوصا عقب انتفاضة الشعب الكردي عام 91 وتأسيس كيان إقليم كردستان وتشكيل حكومة كردستانية. آنذاك لفقت الباكيكا ألف مكيدة وحيلة للانخراط في هذه الإدارة ومشاطرتها، فأسرعت بتأسيس حزب باسم حزب حرية كردستان باك، وزعمت أنها القوة الثالثة في الإقليم أي بعد الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وتواصلت مع عموم مخلفات نظام صدام المقبور أي جحوشه لتأسيس دعائم الحزب الجديد باك. آنذاك ادعت الباكيكا بأن البارتي لا يطالب بدولة مستقلة،
بل يطالب بالحجم الذاتي وأنه عائق أمام استقلال كردستان. بهذه الحجة حاولت مشاركة السلطة وتقاسمها في الإقليم، فعندما أسس الكرد أول برلمان كردي معترف به دوليا لأول مرة على مدى قرن، هاجمت الباكك في اليوم الثاني على بيشمركة كردستان. آنذاك لم يكن البارتي ولا إقليم كردستان يملكون أي شيء، الحصر والجوع كان يعصران الشعب، الغلاء كان يخيم على الإقليم، لم يكن بمقدور الشعب الحصول على رغيف يومه. هاجمت الباكك على معبر خابور الحدودي وقالت بأنها لو لم تصبح شريكا يتقاسم واردات المعبر فلن تسمح بفتحه واستخدامه. فالباكك تواصل عداوتها وحربها لنهج البارتي ومسيرته منذ سبعينيات القرن الماضي دون توقف، إلا أن أسلوب هجومها في الآونة الأخيرة يختلف كليا عن أساليبها التقليدية السابقة، فهي في عجلة كبيرة من أمرها مخافة إضاعة الوقت، وذلك لأن المحتلين الغزاة قد حددوا لها سقفا زمنيا هذه المرة يجب عليها تنفيذ مهامها فيه. لو أردنا معرفة أسباب حدة وارتفاع وتيرة هجمات الباكك العدوانية على أقليم كردستان تحت غطاء محاربة البارتي، ينبغي علينا مراجعة مخطط تركيا لعام 23. فتركيا تحاول تنفيذ بنود الميثاق الوطني وتوسيع خارطتها الجغرافية حسبها، لذا فهي بحاجة لكركوك الكردستانية، ولكي تصل لكركوك فلا بد أن تصل لأربيل أولا، ولو وصلت تركيا لأربيل فهي على بعد مرمى حجر من تحقيق ميثاقها الوطني. ومن سيجر تركيا لأربيل وتوصلها إليه؟ الجواب بلا شك هو الباكك لا غير، فلجام الباكك بيد المحتلين يوجهونها أينما شاءوا وكيفما شاءوا. فها هي الباكك تفتح آفاقا أوسع ورقعة أكبر أمام الدولة التركية، فهي تصر على بقائها في شنغال لأن شنغال هي المعبر والباب للموصل، وهي تستهدف بارزان لأن بارزان بمعنى أربيل، بمعنى الهجوم على أساس الخط القومي والوطني، فطريق دولة كردستان يمر في بارزان. فالباكك تحاول تنفيذ ما كلفت به من مهام وواجبات تجاه الاتفاقية المبرمة في إمرالي باسم خطة أربيل قبل قدوم عام 23. كلا، ما نقوله ليست إشاعات أو ادعاءات، بل هي وعود قطعها أوجلان على نفسه أمام دولة تركيا في إمرالي. فقال أوجلان: تعالوا معا لنحاصر أربيل، وليبقى هذا العهد سرا بيننا، ولا يطلع أحد على دعمكم ومساندتكم. وتفاصيل هذه المعاهدة موجودة في فيديوهات عبد الله أوجلان المسربة. فالباكك هاجمت الاتحاد الوطني الكردستاني في تشرين الأول عام 2000 بلا أي سبب يذكر، بل لمجرد أن تثبت لدولة تركيا أنها على أتم الاستعداد للدخول في أتون الحروب والمعارك متى ما كلفت بذلك. فالباكك لبت نداء أوجلان في هجومها هذا. بعدها انتهت الحرب العباثية هذه أيضا من غير أسباب تذكر. مقابل هذا ألغت تركيا حكم الإعدام شنقان الصادر بحق أوجلان. في الختام سنتمم حديث كالكان الذي لم يفضحه خلال حواره، وهو أن الباكك إنما تطالب بإدارة أربيل وبرزان وشنغال من أجل أن تحقق تركيا حلم خارطتها وفق بنود الميثاق الوطني وتوسع من رقعتها الجغرافية لتضم كركوك والموصل. باختصار، لا ينبغي لأحد أن ينخدع بوجود خلافات بين الدولة التركية والباكك، فالباكك عاهدت الدولة التركية ووعدتها، وها هي تنفذ وعودها للدولة بالهجوم على إقليم كردستان والاعتداء عليه.